بنسمع كلمات زي هدف، رؤية، ورسالة، وأحيانا مش بيكون عارفين معنى الكلمات دي. في الفيديو ده هتعرف الفرق ما بين الهدف والرؤية والرسالة. خليك معانا. الرؤية هي نهاية المطاف، يعني الحاجة اللي انت عايز تعملها خلال فترة معينة. يعني على سبيل المثال، انت عايز تبقى مترجم خلال 5 سنوات، يبقى بعد ال5 سنوات بالتأكيد لازم تكون مترجم لو انت صاحب رؤية صادقة. أما الهدف فهو وحدة بناء الرؤية، الحاجة اللي بتكون الرؤية، مجموعة من الأهداف بتكون الرؤية. يعني أنت لما كنت عايز تكون مترجم فأنت كان عندك مجموعة من الأهداف اللي هي أنك تتعلم قواعد، تتعلم كلمات، تتعلم فن التواصل. الحاجات دي كلها تتجمع مع بعض وهتخليك توصل للرؤية اللي أنت عايزها بأنك تكون مترجم. ممكن تكون مش فاهم لعند دلوقتي، بس أنا هضرب لك مثال تاني. يعني لو أنت عايز تطلع الدور التاني في عمارة خلال 5 دقايق، فالدور الثاني بمثابة الرؤية، أما السلالم اللي انت هتطلع عليها بمثابة الأهداف، الأهداف اللي هتاخدك من واحدة للتانية عشان توصل للرؤية بتاعتك. أما الرسالة فهي القيمة اللي انت عايز تنقلها للمجتمع والناس من خلال الحاجة اللي انت عايز تعملها. دلوقتي أقدر أقول إنك عرفت الفرق ما بين الهدف والرؤية والرسالة. السلام عليكم.